نروح بقى دلوقتي معاكم لأهم أخبارنا المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع هانيا بوريدا في رواندا لحضور اجتماعات الفيفا بصحبة إنفانتينو. جريدة الوطن: أزمة ملابس تضرب المنتخب الجهاز، كل اللي معاه طقم يحافظ عليه. هاني رمزي: نخوض مباراة تونس لتحسين التصنيف. اليوم السابع المنتخب يرفض ضم أحمد الشناوي لمعسكر نوفمبر. فيتو: المنتخب يدرس استدعاء أحمد مصطفى وطاهر محمد لودية الإمارات. في الجول: منتخب مصر النني تطور مع أجاري ومشاركاته في الدوري الأوروبي وراء الاستعانة به. الفجر: اتحاد الكرة يفكر في الإطاحة بخافيير أجاري. الوفد: اتحاد الكرة يستقر على سفر منتخب مصر للإمارات بطائرة خاصة. الوطن سبورت: الوطن سبورت تفويض 165 يصل اتحاد الكرة قبل عمومية أكتوبر. سوبر كرة: هشام صالح يطالب اتحاد الكرة بتوفير رعاة لإنشاء دوري كرة الصالات. جريدة المصري اليوم: صلاح يواصل حصد الجوائز ويتوج بلقب الأفضل من الجمهور. الشروق: استاد القاهرة نجهز الملعب لمونديال 2030. بوابة الأخبار: المدير الفني للإنتاج الحربي الزمالك فاز بسذاجة منا. جريدة المسا: حلمي طولان يعترف: لاعبو الاتحاد يحتاجون شغل كتير، أخطأنا فردية، مشكلتنا ضيق الوقت. جريدة الأخبار اليوم: 8 مواجهات ساخنة في دوري الأبطال الأوروبي، ليفربول صلاح في مهمة سهلة أمام سيرفينا الصربي وباريس مع نابولي. أس مورينيو: جنون الأصابع الثلاثة. كورة: تصريحات أسكو تثير الغضب داخل البيت الملكي.